وأن الذبح لغير الله كفر. وهذا صحيح، الذبح لغير الله كفر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. السنة لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام. نعم، وهي حرام أيضا لأنها مما أهل به لغير الله، والله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.